ماذا نعني بالتعلم النشط وأثر هذا النوع من أنواع التعليم على التحصيل الدراسي؟ طبعا في البداية الفكرة انطلقت من أنه كان عندي ضعف تحصيل في المستوى التحصيلي لدى طلبة الصف الخامس، وكانت الشكوى مش بس في مادة التربية الإسلامية، في جميع المواد كان المعلمات يشكو، أولياء الأمور يشكو. فأنا لاحظت أنه لابد إلا هناك سبب، وطبعا هو ليس سبب واحد وإنما عدة أسباب، بس حاولت أن أغير طريقة التدريس. ننتقل إلى أسلوب التعلم النشط اللي هو أن يكون الطالب هو العنصر الأساسي في العملية التعليمية، وهو عنصر فعال مشارك، بالتالي بيكون عنده الدافعية، بيكون عنده تشويق، بيكون عنده الرغبة للتعلم. ففي هذا الموضوع التعلم النشط شمل دور المعلم الصريح، غير التعلم باللعب، المسابقات التربوية، التعلم الذاتي، هذه كلها أدت إلى تفاعل الطالبات وبالتالي رفع مستوى التحصيل لدى الطالبات. طب أستاذي سحر، على إيش بيعتمد مثل هذا التعلم النشط؟ ماشي، أنا بدي أجعل الطالب أساسي، لكن إيش بدي أوفر له حتى أخلق هذه الدافعية؟ طبعا بدك توفر له أول شيء إنك وسائل تعليمية جذابة، وسائل تعليمية بتوصل، أيضا ألعاب تعليمية اللي يتعلم من طريق اللعب، يعني يتعلم هو يلعب الطالب. مثلا عندي هنا ألعاب، بعض الألعاب التربوية مثل هذه لعبة السلم، هون داخل هذه العلبة بيكون حجرين، بكون لا هو لكل فريق له حجر، داخل العلبة بيكون جائزة. هلا هذه هنا هذه العبارات من الآيات القرآنية، طبعا لأن انطبقت على مادة التلاوة، لكن لا يعني ذلك إنها فقط مادة التلاوة اللي تصلح لهذه اللعبة، لا، أي لعبة تقدر تستخدمها في أي مادة. طبعا هنا آيات قرآنية، إذا جاوبت الطالبة واستخرجت الحكم صح بتطلع سلم، استخرجت الحكم خطأ بتضلها مكانها. اللي بيوصل الفريق اللي بيوصل، ممكن لعبوها اثنين، ممكن لعبوها أربعة، ممكن فريقين، إذا اللي بيوصل بالأول، اللي بيوصل بالأول السلم باخذ الجائزة اللي داخل العلبة. نعم. طبعا ممكن تكون الجائزة مكتوبة كتابي أو ممكن تكون نفسها الجائزة، طبعا بيكون الآية مثلا القرآنية هنا مثلا كتاب مكنون، بتكون الإجابة الإدغام بغني، كتاب مكنون إدغام بغني، بيكون خلف الإجابة بتكون خلف البطاقة. نعم. وبالتالي بيكون هنا هاي حركة لعبة تربوية، هنا تحرك الطالب ولعب. طب مثل هذا النوع من الأساليب التدريسية قديش لقيت تفاعل من قبل الطالبات؟ احنا بنعرف انه مادة التلاوة والتربية الإسلامية بشكل عام، يعني هذه المواد هي جميلة لكن فيها جمود بصراحة، لما بدنا نيجي نوصل الفكرة احكام التجويد كنا نستصعبها واحنا صغار، انه شو يعني ادغام بغني وغير غني والاخفاء وما الى ذلك من هذه الامور والاحكام، لكن قديش انا سهلت ووصلت المعلومة من خلال هذه المبادرة كصاحبة مبادرة وكان لها نتائج. ايوه طبعا هنا احنا مثل ما حكينا هذه اللعبة التربوية جعلت الطالبة انها بدها تنافس، بدها تشارك في اللعبة، فبالتالي بتضطر انها تحاول تركز في المعلومات اللي بتأول الشرح المعلمة، خاصة اصلا اخرى هذه اللعبة انها حتى في طالبات عندي كان عندهم انطواء من خلال استخدام المعلم الصغير بشكل، يعني طالبة ضعيفة وعندها انطواء، تمكنت هذه الطالبة من خلال انها بطاقه توصلها توقف امام الطالبات، تطرح سؤال امام الطالبات بخص المنهج، تطرح السؤال وهي تعزز مع تكرار الموضوع، تمكنت الطالبه من التغلب على هذه. هون انت خليتي حاجز الخوف والخجل كسر، هذا الحاجز، لأن هي نفسها صارت توقف تسال سؤال. طالبه ضعيفه شو بدها تتوقع منها تشرح درس، لكن الطالبات المتميزات كانت تلقي درس او تشرح درس. في عندي برضو هنا مسابقات كانت الطالبة من اعداد الطالبات، طبعا ما مش من اعدادي لان انا تخصصي مش تكنولوجيا. نعم. هي من اعداد الطالبات. نعم. طب قديش مسابقات تربوية؟ نعم طبعا أكيد. هي مسابقات تربوية على الحاسوب من اعداد الطالبات، وهذا النوع من خلينا نقول الاساليب قديش شعرتي انه كمان مرضي عنه عند التربية والتعليم، يعني قبولهم لهذه المبادرة؟ التربية والتعليم دائما اصلا بحثونا على التعلم النشط، فعلوا الطالب داخل الصف، خلوا الطالب هو عنصر العمليه التعليميه،
ما تجعلوا انتوا انتوا الاساس او انه نبتعد عن التلقين. هم التربيه طبعا هاي نموذج. نعم. اللي طبعا هنا من بعد لازم يكون اقلاب. بيجي الخيارات وبيجي التعزيز. اذا جاوب الطالب المجموعه اللي بتجاوب صح طبعا فيه بكل الاجابه خاطئه ام هاي كيف كمان يعني ادمجتوا وخلطتوا التكنولوجيا مع هذا النوع من التعليم والتعلم. طب طبعاً. انت تحدثتي عن مبحث التربية الإسلامية او التلاوة، كيف يمكن ان نطبق هذا النموذج من المبادرات في بقية المباحث الاخرى؟ طبعا المعلم انا معلمة لغة عربية ايضا بالصف الرابع، وحاليا بستخدم المعلم الصغير بالصف الرابع. عندي في مادة اللغة العربية في عنا القراءة الموزعة، هي عبارة عن اجابة اسئلة، بكتب الأسئلة على شكل بطاقات. بطلب من الطالبات أن تغمض عينيها، بتغمض عينيها ببعث رسائل، بوزع الأسئلة على شكل كل طالبي بشكل منوع وموزع. في بعض الطالبات بكون مركز عليهم، معني إنها هي الضعيفة بالذات، إن هي تلقي السؤال أمام الطالبات، وبالتالي أمام كل طالب رسالة، الرسالة الأولى بتوقف الطالبة تلقي السؤال على الطالبات وبتعززهم هي بنفسها. هاي كنوع. ايضا في عنا نوع عن طريق الساعي البريد، بكون احدى الطالبات مجمعة بطاقات، في هذه البطاقات داخل مغلف رسائل بتوزعه على اسماء الطالبات اللي طبعا بكون متنوع. نعم. فبالتالي الطالب اللي بتوصلها الرسالة بتقرأ الرسالة، بتكون بتضمن هذه الرسالة مثلا انه فعل، فهي مثلا بدها تستخرج من الدرس فعل، فأجتها رسالة بدها منها فعل، فهي طوال لازم تستخرج فعل وتكتب على اللوح. طب أستاذي سحر، يعني جميل كل شيء، وهذا بده طاقات معلم وبده طولة بال لإعداد مثل هالوسائل، إعداد الطالبات جميع إعداد الطالبات. الفكرة مني أعطيتهم نموذج هم اشتغلوا، وهم اللي اشتغلوا كل اللي هالوسائل. أيوة اشتغلوا، يعني مثلا هذه وسيلة تكنولوجيا أصلا إحنا حولناها لتعليم. هذه الفكرة طبعا أنا أعطيتهم الفكرة هم طبقوها. في عنا برضو هاي يعني هذه ما غير مكلفة ولا إشي، هي عبارة عن لعبة كانوا يمارسوها من مارسها إحنا صغار، حيوان إنسان جماد، إحنا حولناها حرف اسم فعل. هاي طبعا لعبة لتطوير أقسام الكلام، فبتطلع فيه على حرف الإف، في الاسم على حرف الاف، فعل فتح على حرف الاف. طب اشرت في البدايه الى انه كان في ضعف، ما بعد الاستخدام كيف كانت المؤشرات؟ طبعا كان عندنا اول شيء نتائج تقدم لدى الطالبات وتحسن ملحوظ وملموس في رغبه الطالب بالماده، اصبح نسبه الطالبات 50%، يعني كان نسبه التحسن. طبعا اثاره الدافعيه، صار عندهم دافعيه للتعلم بنسبه 45% نتيجه تحليل المقارنه للنتائج الاولى مع النتائج الثانيه. المشاركه الصفيه ارتفعت يعني زياده 60%. هذه من الدراسات اللي انت حضرتك كنت تحليل الدراسات في معي طبعا هاي النتائج. هنا تحللنا نتائج طبعا المشاركة الصفية من خلال الملاحظة، يعني كانت نسبة المشاركة يدوب 40% من الطالبات، أصبحت 100%. مراعاة الفروق الفردية، صار في عنا الطالب الضعيف صار يشارك، لما أنا بحكي للطالب جيب لي حرف تبدأ بفيه مثلا، صار بسهولة يعني إنه طلع لي حرف. أيضا من خلال طرح الأسئلة كان في أيضا أن الطالب هذا مارس دور المعلم الصغير بطرح سؤال، بينما المستوى العالي مارس دور المعلم الصغير بعرض مسابقة على الطالبات. يعني هون الفرصة متاحة للجميع للمشاركة. أيوة. سواء كان تكنولوجيا، إعداد الأفكار، ترجمتها على أرض الواقع، وحتى أن يكونوا معلمين في داخل غرفة الغرف الصفية. أيوة داخل الغرف الصفية. نعم. طب شو المطلوب لحتى تستمر الأستاذة السحر لضمان استمرارية هذه المبادرة أو ربما مبادرات أخرى؟ يعني أنا أتحدث عن ربما الدعم المدرسي من الإدارة المدرسية ومن التربية والتعليم أيضا. الحمد لله إحنا مشرفين الحمد لله داعمين، وهيني أنا عندما قدمت إن أردت أن أعرض هذه المبادرة لم يقصر، يعني بالعكس الكل كان داعم. وكمان إنه إحنا مديرتنا برضو ما شاء الله يعني عنصر داعم، شو يعني ما نطلب بتوفر لنا برضه الامكانيات متاحه، والحمد لله هو انهم تكون الاراده داخل يعني عند المعلم. عندنا احنا مشكله بصراحه هي بالمنهاج، ضغط المنهاج.
هو ممكن يكون بس عقبة، أما هذه الأشياء كلها ممكن إن احنا نطبقها داخل الغرفة الصفية والإمكانيات جميعها متاحة، ما في إشي. يعني هم في معلمين بيحكوا احنا ما بنقدر نطبق التعلم النشط، بده وقت بده كذا. أنا حبيت أعرض هاي المبادرة أمام المشاهدين كلهم، أمام حتى يشاهدونا معلمين أهالي مين ما كان، إنه إحنا بنقدر نطبق التعلم النشط بكل سهولة ويسر بدون أي عقبات. المعلم صور شفتي هنا كتبت الأسئلة على بطاقات وزعتهم بطريقة بدل ما أعرضها. بدي أروح لسؤال بهاي إنه قادرين على إنه نطبق. ممكن يجي مدرس ما بيحكي أيوه. طب أنا كيف بدي ألحق بين المنهاج وأعرضه ونمثل الألعاب التفاعلية هذه؟ حكيت لك أنا في موضوع إني أنا أثناء القراءة الموزعة كهدف أساسي إني أجيب الأسئلة بدل ما أنه أحكي للطالب افتح الكتاب السؤال الأول اقرأ وجاوبه. أنا وزعت البطاقات وقرأ السؤال الطالب طلع عرض السؤال. نعم. ما هي نفس أنا طبقت الهدف بس بطريقة تعلم نشط. نعم. طب التوصيات الأخيرة بالنسبة لك أستاذة سحر، يعني خاصة أن هنالك بالتأكيد من يتابعنا ويشاهدنا سواء من هيئات تدريسية أكاديمية أو حتى من أهالي وطلاب وطالبات. طبعا قبل ما أني ما أكملت نسبة النجاح كان عندنا تحسن، ارتفع في بعض الطالبات من 40% إلى 30% كانت نسبة التحسن. كان عندنا المتوسط الحسابي جيد، أصبح جيد جدا. نعم. كان عندنا أيضا نسبة النجاح 99، كانت الفرق نسبة التقدم حوالي 15%. كانت من 84 أصبحت 99. نعم. كانت نسبة التقدم حوالي 15-16%. نسبة التقدم من بين قبل المبادرة وبعد المبادرة. طبعا التوصيات إني أنا بتمنى من كل معلم ما يجعل صح المنهاج، ممكن يكون فيه ضغط أو عدد الطلاب فيه ضغط أو ضيق الغرف الصفية فيها ضغط، لكن لا، لازم إحنا كمعلمين نتحدى هذه العقبات ونهتم بالطالب الضعيف. ما يحكي إني أنا هذا طالب ضعيف ما بقدر أهتم فيه من عدد الطلاب، لا، أنا بقدر أهتم فيه إذا استخدمت أسلوب التعلم النشط بإني أفعله. يعني لو أنه طلبت من طالب أنه عد ورقة عمل أول مرة ممكن يخطئ، لكن مع التكرار رح يستمر. استخدام أسلوب التعلم باللعب لأنه بتير الدافعية والرغبة والتشويق لدى التعلم. أيضا عمل نظام المجموعات في البداية ممكن يأخذ وقت، لكن مع التكرار بتعود الطالبين بصير سهل جدا. وأيضا بتمنى أنهم يعدوا المشرفين يعملون أعداد دورات للتعلم باللعب للمعلمين وأعداد ألعاب تربوية. يعني يا ريت لو أنه في عنا يكون ألعاب تربوية جاهزة إن نفعلها ونسهل يعني عليكم التطوير ويعني وإلقاء مزيد من التوصيات يعني بما يراه طبعا المعلم حسب البيئة وحسب الأطفال وإلى ما ذلك، يعني بما يراه مناسبة. وهيك إحنا يعني خالد بصير فيه هناك تحفيز أكثر للطلاب والطالبات إنه يروح على المدرسة، مش تشدهم الإمشن على أساس إنه يروح على المدرسة. أكيد. بصير في أشياء يعني حلوة وجميلة منها ما بين مهارات بيكتسبوها علموا مادة بالإضافة إلى نوع من أنواع اللعب. يعني والرغبة موجودة من خلال هذه الوسائل. نشكرك جزيل الشكر لانضمامك وإيانا في من خلال برنامج صباح الخير الأستاذة سحر عليان صاحبة مبادرة التعلم النشط في مدرسة بنات إشبيلية. وبالتأكيد إحنا مكملين ومتواصلين من خلال برنامجنا